السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم في الفيديو بتاع النهاردة طريقة رسم كلمة رمضان كريم بخط هندسي. بالمسطرة والقلم الأسود اهوت بنكتب كلمة رمضان حرف الراء كلمة رمضان بشكل هندسي. بنعمل الكباب كباب الجامع والمأذنة زي ما انتم شايفين بالقلم الأسود. بنيجي نعمل حرف الميم رمضان حرف الميم والضاء والألف أهو، هنعمله على هيئة مأذنة، على هيئة مأذنة اهوت. بنكمل الرسمة وبنعمل النون هنعمل كلمة كريم اهو كاف بشكل هندسي اهو، والراء زي ما انتم شايفين اهوت، حرف الياء والميم. نيجي نعمل رمضان كريم. نيجي لمرحلة التلوين بلون بني، نلون بأقلام الخشب اهو، بنضيف عليه اللون الأصفر اهو، وبنلون المأذنة برضه باللون البني. بنضيف اللون الأصفر وبنيجي بنلون حرف الراء بلون أحمر اهوت، شايفين اهوت، وبعد كده هنعيد عليها ونتقل اللون. بنيجي بلون اصفر اهو وبنتقل اللون، تبقى رمضان اهو كريم. كلمة كريم بقى باللون الأخضر اهو بقلم لون أخضر. وياريت يا جماعة تكتبولي في التعليقات ايه رأيكم، وعايزين لايكات.
رمضان كريم، واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم منا كل جديد. وبكده ينتهي درس النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.